أنا اسمي عمر صالح، المدير التنفيذي لمجموعة شركات توب لاين. تدعم بترناس العمليات التجارية أول شيء عن طريق أن أنت تتعامل مباشرة مع المصنع من دون أي وسطاء، فهذا بيكون فيه سهولة في التعامل وفي التعامل يكون صورة مباشرة. الشيء الثاني الدعم في التسويق والتطوير والدعم الفني من الجانب التقني، يعني دائما بيكونوا موفرين فريق تكنيكال لكل منطقة بيقوم بالإجابة على كل التساؤلات، وإذا كان في منتجات جديدة بيكون في أويرنس على إذا في تغيير في الجودة ولا كده، بالإضافة إلى التدريب المستمر. بالطبع ننصح الورشات الأخرى في المشاركة في برنامج بتروناس الورشات، لأنه سيضيف لهم الكثير، سيضيف لهم الكثير وسيحصلون على موارد لشركات أكبر منهم حجما، مما يضيف لعملهم والجودة اللي بيتم في الخدمة وطريقة الخدمة وجودة المنتجات نفسها.